اول مره بحياتي اطلع على الهوا وانا مراسمه حواجبي. ثانك يو ويك اب فور ايفر. اقول لك حبيبي شو اسمه؟ لا انا بغيت نسيب حالي يا جواد. هذا مزيح، هذا مزيح. مرحبا، معكم جواد بينغو من المغرب، ميك اب ارتست. اليوم انا جد فرحان للاستضافه ديالي في حلوه رمضان للموسم الثالث، واليوم طبعا اكيد عندكم واحد الفنانه عراقيه خلوقه عزيز عليها الفكاهه والضحك، طبعا اكيد الفنانه رحمه رياض. هاي مرحبا بك. اجيك؟ اجي. يلا جاهز؟ اليوم انا وجواد لابسين بايات نلمع. مغربي معنا. اليوم رح نسوي لكم لمعه بالحلقه. مرحبا بك رحمه رياض. ثانك يو جواد. بس هيجي حتى اقعد عدل. ايوه تفهم عراقي؟ شويه. المهم نهضر معك مغربي، انا نفهمك ديجا، انت كتهضري تتكلمي مغربي. اي كنهضر مغربي وعلمك اليوم عراقي بعد. اي طبعا اكيد. قبل ما نبداو المكياج استقبلك استقبال مغربي. يلا اديك. اوه عافيه بجواد. بلاتي. صح. خذي التمر عاد باش تقوى. صافي خويا مالك. كنهضر مغربيه مزيانه انايا. صحتك. ثانك يو سو ماتش جواد. جواد جاهز للتعذيب اللي راح يصير لك؟ اه والله على مالي يعني ولفتك. احنا مولفين على بعض بس انا اعذب. راح اشلع قلبك بالحواجب. لا ما في مشكله عادي عادي. اليوم ان شاء الله رحمه نخدموا معك الحواجب لان عندك ديجا مشكل في الحواجب. اخويا ما تفضحنيش قدام الناس. فعلا انا عندي مشكله بحواجبي. مشكله بحواجبك حتى عيونك يعني. مالهم عيون اخويا؟ فيهم مشكله يعني. صعيب شي حد يماكيهم يرضيك. كاين ولا ما كاين؟ كاين كاين. انا مزعجه كثير بموضوع عيوني والحواجب. حنا نخليوك طبيعيه، نقدر لك حواجبك يعني بالرسمه اللي تكوني مرتاحه بها. بليز. ونعطيو كذلك العين ديالك واحد اطلاله اللي تتحبيها انت. صافي نبداو. يلا يلا ردي ردي. طبعا اكيد ناخذ الليكيد من اكوا برو ديال ميك اب فور ايفر باش نقضوا الحجبان ان شاء الله. يلا نقضوا الحجبان يعني نخلص الحواجب ونشوف شلون شكلهم. انا راح اصير مترجمه اليوم مال جواد. اول شيء تفورم الحجبان. اول مره بحياتي اطلع على الهواء وانا مراسمه حواجبي. ثانك يو ويك اب فور ايفر. دابا انا نقد لك حجبك باش تشوفي في المرايه ويعجبك راسك، حيت ديما ما تعجبكش راسك. لا كيعجبني راسي خويا مالك. لا ما كيعجبكش. لا كنت حلوه. حلوه؟ انت حلوه وقلبك طيب. ثانك يو سو ماتش جواد. احنا دابا كنستعملوا اكوا برو حق حواجب ديال ميك اب فور ايفر، وهو كذلك مضاد للماء. شو رقمه هذا يا جواد؟ هذا رقم 30. اكوا برو. حتى في رسمة الحواجب ما يجي ما تجيش مغلوق كثير. شوفوا الفرق؟ هاي بعدنا مش مخلصين. تيجي ناتشورال طبيعي. يعني بعد ما سوينا لك فونديشن وبودر حق ميك اب فور ايفر، الحين صرنا نعدل نقاد الحواجب ونحددوا بفونديشن اللي قدنا قبل. أوكي. اللي هو اكغيك 325. اكغيك يعني واي. اكغيك اتش دي. اتش دي. هذا هو. شكرا ميك اب. لا اري لي شغليك. حنا تقريبا خلصنا الحاجب الاول. اوكي. وعندي مرايه باش تشوفي قبل رمضان وبعد رمضان. شنو قصدك؟ يعني حلوه قبل. قبل حلوه رمضان وبعد حلوه رمضان. اوكي وريني خلينا نشوف. هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي نفس حاجب. واو. تخيلوا بعد حلوة رمضان قبل حلوة رمضان. اعطوني رأيكم بحواجبي رسمتهم الجديدة. دابا سالين لك الحواجب. عندوزو العيون. يلا حنستعمل ارتست اي شادو، الوان جد فظيعة وترابية ومات. كما نقول اي مات يعني انتيا من الناس اللي كتحمقي على المات. ما عندكش مع البريو، ما عندكش مع العائلات. يعني تحبين هوايه. تحبين. قبل ما نبداو بغيت نسولك رحمه. ايه. ما عندكش علاقه حب غرام؟ عندي علاقه حب. صح. كثير قويه. عودي لينا. انا بعدين اقول لك ويا منو. لا الحين. علاقه حب جدا عاطفيه. اوه يا قلبي. شوف عيوني بداوا يلمعون. لا ما تدمعين. مو يدمعون. خلاص يلمعون. قاعد يطلعون قلوب قلوب قلوب. وينهم القلوب؟ اقول لك حبيبي شو اسمه؟ شو؟ عنبص. اول شيء ناخذ هاي اللون البني. اوكي.
غمضي عيونك. يلا مع السلامة. كثير حبيت اللون اللي انت هسه حطيته. هذا اللون يجنن. يجنن قليل جدا احضن اللون. والله قليل يجنن وكمان يعني مع البشره كيجي احلى مع جميع البشرات. فانزنا اللي بالمغرب. عندك يعني فانز كثير بالمغرب. وانا كنحبهم بزاف، واذا موجودين الفانز اليوم بهاي الحلقه المغاربه خليهم يكتبوا لي. اريد اشوف كومنتاتهم اليوم. يكتبوا لكم بزاف. اوه ناخذ هالبيج. اوكي. نحطه وسط العين. اوكي. واو حبيت كثير. ندوز العين الاخرى، اوكي؟ اوكي. يلا غمضيهم بجوج. ما اقدر. والله. هاي. على طول تسوي، على طول تسوي. لبجوج. ما اقدر انا بحبك تشوف المرايا حتى نخلص. تعرف شنو اقول لك؟ شو ما عندي فوبيا والله، ما اعرف اغمض عيوني لان ما عندي ثقه باللي حواليني. ما عندي ثقه بالناس يعني وانام وعيني مفتحه. سبحان الله والله. فيعني اجباري راح افتح عيني. صار معي موقف مع عروس، صار عندي ظرف طارئ ما قدرت احله، فكان عندي كنت متفقة مع عروس إنه أروح أغني بعرسهم، لكن سبحان الله شاءت الظروف والأقدار وظرف قاهر جدا منعني إني أروح. واليوم حابة عبر حلوة رمضان أعتذر لها وأقولها أنا آسفة ما قدرت أجي، وإن شاء الله أقدر أعوض لك إياها بغير مناسبة إن شاء الله يا رب. إحنا خلصنا العيون. جواد thank you. إحنا بعدنا مو مخلصين كل الميك اب، وحسيت نفسي ارتحت اكثر. اول ما قعدت بدون حواجبي وعيوني كنت متوتره، بس هاي احنا بعدنا مو خلصين، وهاي النتيجه الجميله الرائعه. وهسه حنروح على رموش. شوف الرموش. شوف الرموش. والله رموش زوينه بزاف وخفيفه وكتبان طبيعيه ناتشورال، يعني ماشي ارتفيسيال. مين هذه؟ ارتفيسيال يعني اصطناع، يعني مش طبيعيه. ها اوكي. هذه بالفرنسي ارتفيسيال. ارتفيسيال ارتفيسيال يعني مش طبيعي. يعني مش طبيعي. اوكي. بس رموش حبيتهم وجو عينيك زوينين وواعرين وقوسين. الحلو حلو حلو. بزاف ولا بزاف؟ انت غيران من شعري، كل شويه ترجع ورا، كل شويه ترجع ورا. عشان ما عشان انا مركب ستيشن. ايه لاحظت. بعد ما ركبنا الرموش دابا حناخذوا قلم اسود. ايه انا احب الكحل. واحنا العراقيات معروفين بالكحل، نحب الكحل هواي بالمكياج، احنا نصيح له كحل. ايه لان عينها شويه عينيها خرجي شويه. انا بغيت نصير بحالي يا جواد. هذا مزيح، هذا مزيح. اوكي. هذا مزيح. يعني راح ناخذها بالطريقه الايجابيه. هو مزيح. اوكي. هي من النوع اللي ما يجاش الابيض وسط عينيها. متعصب طلعت هاي الدمرات هنا. حرام عليك والله. لا لا. هي من النوع اللي عينها ما كيجاش الابيض وسط عينها. صح. لانه بيبينوا جاحظين. جاحظين. خذينا هذا الرقم صاحبي. يعني اسود. اسود رقم 100 حنسوي به التكحيله وسط عينها. اوكي. فظيع 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 والله. يعني زي بحال الا كت كريمي كريمي، بحال كتكحلي بالكحل العربي. لسه نكمل. هاي ما فيها كحل. هاي بدون كحل. غني لي بليز. شو غني لك؟ مغربي؟ واه مغربي. يا ريت يا ريت. إياك جرحي جريت وجريت حتى الشيمه عزيت فيك. بكره نفسك ان شاء الله. ما تغنيش يا جماعه. بكره نفسك. بكرة مستحيل. انا نفسك بالميك اب. ايه بس بغنى. نو لا لا ان شاء الله. اوكي نستعمل الارتست اي شادو اجين. حناخذ هاللون الموف. ناخذ الفرشات رقم 228. شو الفوق؟ يلا انا الفوق من زمان صراحه. هالموف ولا هالحجري ايه جا عليك وايد حلو. وعر 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 بزاف. المهم نقولوا كل جميع اللغات. وعر يعني كلش حلو. كلش حلو. كلك شرايعه. شو الفوق؟
بتعرف جواد انا بالايام العاديه شو قليل لا احط ميك اب يعني على طول طبيعيه يعني قليل جدا والفاونديشن اليوم اللي استعملناه كلش خفيف يعني اوكي اي نعم هو اتش دي وهيجي وفول كفر بس انه النوعيه ما تها مو ثقيله صح حتى فشط عصريك يكون فش عصر سي يبان خفيف ما بينش ثقيل اي وانا كثير اكره انه الفاونديشن يبين صح ثقيل انت لحد الان انت عرفت شنو يعني بزول ولا ما عرفت انت فكرت بس سبه يعني هو معيار انا جاني عيرتيني يعني عباله انه انا سبيته فوق اكيد الفانز العراقي اليوم راح يموتون ضحك اريدكم انتم تقولوا له قبل لا اني اقول له شنو يعني بزون اكتبوا له جواب بالكومنت شنو يعني بزون الحين شنو بقى لنا جواب مسكره حق رموش شنو بقى لنا لان انا راح اطلع حبيبي باقي لنا مسكره حق رموش انا وياك عم تصبوا بجوج باقي لنا مسكره حق رموش وحق حواجب وحنسوي الفرجو فرجو فرجو يعني بلاش وغلاز حمر الخدود حمر الخدود والغلاس غلاس اوكي اوكي حنسوي برو جيل يعني حق حواجب اوكي انا كثير عندي مهم مسكات الحواجب فرقوا معاكم ولا ما فرقوا هلا هم في كم شعره يعني بس انه صار عندك شعرات الحمد لله شعرك حبيبي مشكله مشكله كلا. يلا ما تغنيش يا جماعة لا لا انا احب اغني معك صف دابا بجينا الماسكارا سموكي لاش اوكي صراحه رموش فظيعين لانه ما يبين انك مسوي رموش كانه ما محطوط رموش كيما محطوطين يعني عادي كثير طبيعيين دائما الناس تشكر اي حد يشتغل معاها في الحياه اخر الحلقه بس انا ما اعرف ليش اليوم حابه عن جد اشكر تيم ميك اب فوريفر على هاي الدعوه الحلوه اثناء الحلقه حتى الناس تسمع هذا الشيء انه تيمي جنن طبعا انا اتفقت معاهم بعد الحلقه راح ناخذ هاي الطاوله ايه صح مع الميك اب الحين نسوي بالفرجو الفرجو اللي هو البلاش بلاش حمر الخدود حنسوي لك هالاورنج اوكي عشان يبين شوي انا كثير احب هذا اللون اصلا سوي ضحكه يا زينه الضحكه ضحكه زينه ضحكه الاورنج يجي زوين على الخدود ايه وحنسوي وي حتى نقولها تقبل الزين هذه ايه حناخذ مع انه مو كلش احبها بس يلا ايه نسوي شيء ذي باش تباني بوغوسا انا بوغوسا خويا ايه اعرف ولكن زدناها ضحكه بتجي احلى دابا عندنا باقي لنا الجلوز ولكن قبل ما نديرو الجلوز عندي لك واحد المسابقه شنو هي؟ واحد المفاجاه ايه؟ واحد اللعيبه اوكي كارتات وانا اختار واحده؟ تختارينا واحده شنو تتوقعون راح اختار؟ لا 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 انا اجيت انت شنو تتوقع راح اختار؟ والله ما ادري ما تدري راح اختار بي يو بي يو ما ادري هي اكثر شيء لفتت نظري وهي اكثر شيء ممكن اني احكي عنه شخصيا قبل فتره اكتشفت اعز صديقه او صديقه يعني ما نحدد شنو نوعيه الانسان هذا كنت كثير أكثر من أخو أو أخت طبعاً أنا قايلة قبل أنه أنا كثير حد يعطي أسراره وأنا حد كثير يعطي ثقة بالناس لأنه أنا دائماً أعامل الناس مثل ما أريد أتعاملني أعطي للناس مثل ما أريد ينطوني حب فالحب اللي أعطيته والثقة اللي أعطيتها لهاي الإنسان خذلني أدشي ليش ما بقاش عندك الثقة في الناس أي. وانصدمت كثير 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 بس قبل كنت أتعامل ويا هيك حالة
بعنف، ممكن اتصل عليك واقول لك ليش هيك سويت و و و و، بس بهيك حاله واكتشفت انه لما توثق زياده عن اللزوم بصديق وتعتبره كاخ ويسوي بيك هيك حركه، اعتقد المسامحه اوكي ممكن اسامح بس ما ممكن ترجع نفس قبل. صح. واريد اقول اوجه كلمه انه انا من اليوم ورايح راح اكون انا بهذا الاسلوب بهاي الطريقه الجديده بالحياه، اني ما اندم على قرار اخذته، ان انا اعتبرتكم صفحه وانتهت، صرتوا من الماضي. انا حاليا اقوى وحاليا عندي ثقه بنفسي زياده، مش بحاجه ناس حواليا تعطيني بوش، انا محتاجه ناس تحبني فعلا، وهذا لازم كل الناس اللي قاعد يشوفونا حاليا بالبرنامج. ثانك يو ميك اب فور ايفر، اعطيتوني الفرصه انه احكي شي شغله، لانه انا اعرف اكو هواي بنات قاعد يعانون من اصحاب، وانا حكيت قبل اصدقاء السوء يمكن ما نقدر نتخلى عنهم مش قد ما نحبهم، بس لا لازم نتخلى عن اصدقاء السوء لانه ما راح يقدمون ويأخرون شي بحياتنا. وصفحه وطويفه عندك ترسي لي يا شغلي عندك تفلقي لي اخي سالينا سالينا جد زعلانه. لا بس الزعل اخذته بمنحى اخر، انا الزعل خلاني اغني احلى الحمد لله، وخلاني اعرف اختار شنو اغني، كل شيء ترجمته بفني. وانا انصح البنات اللي قاعد يسمعوني انه كل شيء زعلك ترجمي له شغله زينه تسويها بحياتك تفيدك، وتخلي الشخص اللي خذلك بالحياه يشوف انه هو ندم ندم كبير انه خسرك. على راسي واثرتي فيا بزاف وغزاله ثانك يو وبوغوسا وفديتك انا ثانك يو. ولا دابا غنديروا الحمراء الغوج. طبعا انا سمحت لنفسي انه انا اختار الحمراء اللي هي ارتست ليكويد مات، اكيد راح يطلع حلو ويا لون العيون والفستان. يلا خلينا نحط الحمراء. يلا حبيت. كمان نرجع للفونديشن عشان نصحح. اوكي. خلصنا الميك اب. شوفي في المراية مزيان. شوفي مزيان مزيان. حققي. قاعد اشوف مزيان مزيان، قاعد اشوف انه في حد قمر قاعد قبال المراية. انا كثير حبيت جواد. ثانك يو سو ماتش. العيون حلوين، حواجب، كل الميك اب يجنن. انتوا اكتبوا لنا رايكم بالكومنتس، شنو رايكم بالمكياج؟ وهل كنتوا تتوقعون انه جواد راح يسوي لي هيك سموكي على العيون؟ لان انا قليل اعمل هاي الالوان. صح. Yeah. حيوان الاليف المدلل اللطيف اللي دائما يتصور وياي ويلعب وياي وقاعد وياي، شنو هو وشنو اسمه؟ اللي عرف الجواب اكتبوا تحت الفيديو. لتربحون لازم تسوون سبسكرايب على ميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب، واكيد راح يكون كم رابح جواد؟ 5. اللي راح تربحوه ويانا هو كل الميك اب اللي استعمله جواد اليوم. حتى تعرفون اسامي الفائزين روحوا سووا فولو على انستغرام ميك اب فور ايفر ام اي اي. ثانك يو جواد على الميك اب اليوم. اهلا فيك. عنجد ثانك يو، انا كثير استمتعت بالحلقه. ثانك يو تيم ميك اب فور ايفر على هاي الفرصه الحلوه، واتمنى لكل الكل الكل يربح. وعد مني وعد بعد ما ثق ابد ولا انطي مجال، كل شو له حد. باي.